أنا مروح أنا وبنتي قدام داري. قال لي بربي سامحني حاشي بي. قلت تفضل دقيقة قلت نوصل بنتي ونهبط لك نغسلهم شي يقوم عندي حاجة مشي ولد حومة. قال لي طلعت نحكي في الكهرباء أنا طيب قدام داري. مشيت قلت لكم مشيت حكاية 50 متر ونلقى صاحبه واقف وقف واقف وطلع صاحبه أنا راكب جنبه من قدام وصاحبه ركب ورايا متالي. قعد شوي يحكي ومشي على قهوة وكذا نحكي فارغة وبعدش ما قلني صاحبه واكل تالي وداروا عملوا دور وداروا وطلعوا للزيتون وبدي الاخر يضرب فيه منه والاخر بوقت ما قلني هيك بدي ديريكت على يدي وبعد جبدوا حبل حبوا كتفوني في الزيتون تيشو بو قومت قومت معهم للاخر الاخر في الاخر بكل صبعي تساوق صبعي تكسر سي ما عادش ولت بيتبركوا زمنيز ما عادش تجم لقمة محل وقت في الزيتون ايش عملت باش سيبت منهم فكوا لي وراقي ستوشي وفلوسي وتليفوني نتاعي وبتاع بنتي كيف ساعة منهم هربت ما عادش نمشي في بلاصة تمشي فيها الكهرباء ولت دخلت في الزيتون في الزيتون واحد وحده ما خلطش عليا ما نجمش يخلط عليا خاطر ما نجمش يقومني وحده يجم يزوز والاخرى وقت اللي هربت في الزيتون ساعتها جهزوا كهربتهم ومشيوا هبط ديريكت للشرطة في الليل شيتهم دبش مقطع تجي دبش بدلته كلهم قتلوا ما ربطوا خذوا علي البحث نتاعي كلهم بعد بعثوا لي السبيطار مشي وريتهم الدار دار السيد ما نجموش يدخلوا في الليل خاطر ما يعملوا كل الجمهورية شافوا الدار شافوا الموقع اوكي هزوا حطوني في السبيطار منهم بوليس حتى هو 5000 باش خذيت تاكسي روحت روحت لداري خاطر فرحة حشيد ما يعملش العظام روحت لداري خذيت فلوس مع مرتي وطلعت بكثر زهر بس كل ساعتين بتاع ليل بس ترجل سبيدار سلولات الورقة ردي في اليوم مش نعمل عملية عليك ورجعت اليوم السبعة متى صباحة بطل فرحة حشيد للطب الشرعي باش اعطاني استرتفك ميديكالي فيك حبتها للشرطة وانا قاعد نستنى في عارف وطلع للسبيتار مش نعمل عملية خاطر مش نبيس اليوم ستوشي بوراق وكل ورق البنك ورق متاع دواء خاطر نستعمل في الدواء عند الدواء متاع طرسيون بطاقة تعريف ورقي الشخصية كل خلوني نضيف اللي ما عنديش حتى ورقة باش متنجمش تشكي ولا حاجة ولا تو نستركيلي بالسي ان اس اس السي ان اس اس فيه نمر بطاقة تعريف اكاو تصور ما فيش انا مشيت حتى مش مبدل نقص الليني متاعي قصيتهم ابوش يعطوهالي قالوا جيب بطاقة تعريف قلت لهم ديري بركاج بطاقة تعريف ما عنديش نمشي مشيت قصيتها باش ما يقعدش نعم 90000 وين هي البلاصه بالضبط من حوم تصفاي هزوني الواد غنيم قديم الخليل والكفار الزيتون غادي منهم واحد جاب حبل ويخن خفيه هذاك علاش تفسحت خاطر وحل الحبل في يديه ومن بعد باش نسيب في الحبل قالوا لا نكتفونا حول دبش وانت يشوف الزيتون هذا على حكايه جهزوا 90000 توديت البانه ديالهم 90000 نمشي على روحي وانت تعرفوا يعني نعرفوا يسكن جاري السيد هذا يسكن جاري كوم يجي يسكن جاري انسان ما تعرفوش ما طلعش معاه صحيح ولا هذا كون هابط